تتزايد المخاوف من سقوط مدينه مأرب بيد الحوثيين بعد سيطرتهم على جبل هيلان الاستراتيجي المطل على المدينه وذلك بعد معارك عنيفه مع قوات الحكومه اليمنيه ادت الى عشرات القتلى والجرحى من الطرفين مصدر عسكري يمني اوضح ان سقوط جبل هيلان يشكل تهديدا لخط الدفاع الاول عن مأرب مضيفا ان الحوثيين تمكنوا من قطع خطوط الامداد لبعض الجبهات ويسيطرون ناريا على جبهه المسجح شمال غرب مارب. وحذر المصدر من ان مدينه مارب باتت في خطر او هي على وشك السقوط بعد سيطره الحوثيين على جبل هيلان الاستراتيجي الذي يعتبر اعلى مرتفع يطل على المدينه. داعيا الحكومة اليمنية والتحالف العربي إلى العمل على منع سقوط المدينة. التحالف العربي أعلن من جانبه أن قواته الجوية شنت عشرات الغارات على مواقع تابعة للحوثيين على جبهات مأرب المختلفة بعد هذا التحذير. ومن شأن سيطرة الحوثيين على مدينة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط والغاز أن تلحق أضراراً مادية ومعنوية بقوات الحكومة اليمنية والتحالف العربي، كما يعني الأمر في حال وقوعه سيطرة الحوثيين بشكل كامل على شمال اليمن. يذكر أن مجلس الأمن الدولي ندد الخميس بالتصعيد العسكري في مدينة مأرب، ودعا كافة الأطراف إلى وقف القتال بالبلاد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. معربا عن قلقه حيال الوضع الاقتصادي والانساني المتدهور في اليمن